كو. السلام عليكم اخوان، كل احد كل شخص يشوف هذا الفيديو يرجى الالتزام بالتعليمات. الله يبارك بكم. الدنيا حارة والشمس درجة الحرارة 40، واحنا طالعين هسه جاي نفطر بسبب الاهالي. الاهالي ما جاي يلقحون اطفالهم، جاي يصير اللقاح متسرب. اللقاحات آمنة من مناشئ عالمية رصينة، جايبتها الدولة وتعبانة عليها. اللقاحات مجانية، كل شخص كل طفل من عمر يوم واحد لحد 6 سنوات يراجع 9 مرات للمركز الصحي. بهاي 9 مرات راح يحمي نفسه طول عمره، ولقاحات مجانية. فحاولوا تساعدونا وتجيبون أطفالكم للمركز الصحي حتى يتلقح حسب الكارت الوطني. كل طفل عنده كارت وطني ومذكور به اللقاحات. فيا ريت يا ريت كل شخص يشوف هذا الفيديو يشاركه حتى الناس تعرف شنو هي اللقاحات. الله يحفظكم ويبارك بكم إن شاء الله، وصحة وعافية للجميع.